السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. حبيت أسجل هذا الفيديو بشكل سريع. أغلب الناس تواصلوا معي قالوا لي إنه يا أخي أبو حمزة، تحديث الرابط بعد التحديث الأخيرة في تكرار لطلب وثيقة الزواج. يا جماعة الخير، هذا خطأ مطبعي ليس أكثر، وراح نشوف راح أثبت لكم هذا الأمر. البند الأول هو تغيير السكن، يعني مثلا حدا أخذ بيت جديد وراح سجل بالنفوس يختار هذا البند، وراح أثبت لكم هذا الأمر. هذا دليل أنه اللي يغير نفوسه يا جماعة الخير إلى بيت آخر لازم يحدث بياناته، وراح أشوفوا هاي الأيقونة موجودة. وأول شيء بدل طلب وثيقة الزواج اللي هي العزوبية، أغلب الناس يفكرون أنه هي ورقة العزوبية. يلا مع بعضنا، التجربة خير دليل، مع بعضنا نروح شوف رابط تحديث البيانات. بس ركزوا معي باللغة التركية بعدين ترجموا، شوفوا معي عمل إن شاء الله راح نطبق أول بأول. بداية يا جماعة الخير، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، تفعيل زر الجرس، مشاركة الرابط إلى أوسع نطاق ليستفيد الجميع، وأتمنى الجميع يدعمني. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. هاي بس للتنويه يا جماعة الخير، شوفوا أول الخيارات أدريس كايد، هاي بالتركي، لما دخلنا الرابط بالتركي شوفوا ترجمتها، طلب العنوان بعدين طلب وثيقة الزواج، طلب تغيير السكن، العودة الطوعية. راح نشوف الرابط مع بعضنا. تمام، أنا كالعادة محتفظ بالرابط بصندوق الملاحظات تبع تليفوني. راح ندخل على الرابط يا جماعة الخير بشكل سريع، راح أدخل بياناتي ويجينا الرمز ونكمل معاكم بإذن الله. ركزوا معي أول بأول، بس لكن بداية بدي أحول اللغة إلى اللغة التركية. هاي حولناها إلى اللغة التركية، راح ندخل بياناتنا على هذا الأساس. ركزوا معي يا جماعة الخير. هيا يا جماعة الخير، دخلنا البيانات بشكل نظامي. راح أنزلكم على أيقونة اللي ضافوها، هي الرنديفو، سبب الموعد، سبب. تمام، ركزوا معي يا جماعة الخير، شوفوا أدريس كايد، هاي الجديد، هاي إفليك ياتيك بلقسي، هاي ورقة العزوبية. تمام يا جماعة، تغيير الإقامة، طلب تبع الجنسية الاستثنائية، اللي مثلا متجوزة من تركي بدها تتجنس، أو العكس، التركية المتجوزة من سوري، السوري لما بده يتجنس. تمام، يقدم أوراقه، طبعا لازم يمضي على زواجه 3 سنوات. راح نعطيها ترجمة يا جماعة الخير، من هي يعطي الكروم، يعطي خدمة الترجمة. شوفوا، ركزوا معي، شوفوا يا جماعة الخير، راح نرجع من جد. شايفين تسجيل العنوان أول وحدة، ثاني وحدة طلب شهادة الزواج، ثالث وحدة طلب تغيير السكن على غير محافظ، العودة الطوعية، أنا بدك تسلم الكملك ويصير عندك منع دخول، التخلي عن الحماية المؤقتة، تحديث البيانات، وطلب هوية جديدة بدل تالف. تمام، حتى طلب الجنسية شالوها بعد هاي اللي. تمام يا جماعة الخير، راح نجرب ونفوت من الرابط بالعربي. بس مش أنوهكم على هذا الأمر، يعني في خربطة بالرابط شوي، يعني راح ندخل بياناتنا لما يكون الرابط بالعربي ونشوف. شوفوا يا جماعة الخير، شايفين بعد ما دخلناها من العربي، تمام، يعني موضوع الجنسية شالوه، تبع الجنسية شايلينه من رابط تحديث البيانات. شايفين رجع طلب شهادة ترخيص الزواج، هي بالأصل تغيير السكن يا جماعة الخير، يعني مثلا واحد أخذ بيته لازم يحدث بياناته بإدارة الهجرة ويطلب تغيير السكن، اللي هي الأولى وليست وثيقة الزواج، الثانية وثيقة الزواج. وأكبر دليل لما تغلب اللغة التركية من ضمن الرابط ترجم الرابط. راح أترك لكم رابط تحديث البيانات يا جماعة الخير أسفل الفيديو بصندوق الوصف، جربوا على اللغتين، فوتوا من خلال اللغة التركية وترجموا، أعطيه ترجمة من خلال الكروم، وفوتوا من خلال اللغة العربية وشوفوا الخطأ. ما في تكرار، الأول بس عبارة عن لما تغير بيانتك وبدك تحدث بياناتك، الثاني القيد الثاني أو البند الثاني هو ورقة العزوبية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. سامحوني عبا أصور بالشارع، لكن من ضغط الأسئلة علي حبيت أني أنزل هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.